أهلا بكم في نشرة ثامنة نبدأها بالعناوين. بغداد تحقق في قضية إليزابيث تسوركوف المتداخلة. فرانس بريس تكشف كواليس وجودها من الوصول إلى الاختفاء. الوقود الثقيل يسد فراغ الغاز الإيراني مؤقتا لتشغيل كهرباء الجنوب ويعيد المحطات المتوقفة في 3 محافظات إلى الخدمة. النظام الإحيائي يتلاشى بالجفاف، الفرات يفقد سنتيمترا واحدا كل يوم من منسوبه في منطقة تغذية الأهوار الوسطى. حلم حر يحترق، النيران تلتهم تبرعات علاج طفل مصاب بالشلل في واسط وتحول 119 مليون دينار إلى رمل. أهلا بكم إلى التفاصيل. ما تزال قضية اختفاء إليزابيث تسوركوف تتفاعل، ومع إعلان بغداد فتح تحقيق بالحادثة وعدم التصريح عن أي تطورات إلى حين انتهاء التحقيق، بدأت تتكشف جوانب من عملها وأسباب وجودها. تقول فرانس بريس إن الإسرائيلية زارت العراق أكثر من 10 مرات وتجري وفق تقرير للوكالة بحوثا على الجماعات المسلحة، فيما ألمح فصيل عراقي اتهمته إسرائيل باختطافها إلى أنه غير مسؤول عن الحادثة، وأن قضية وجود عنصر أمني إسرائيلي أمر يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم. أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إجراء تحقيق متعلق باختفاء الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في بغداد. العوادي وفي تصريح أوردته فرانس بريس قال إن الحكومة العراقية تقوم بإجراء تحقيق رسمي، وأن القضية متداخلة، وبالتالي لا يوجد أي تصريح بهذا الخصوص إلى أن تكتمل التحقيقات الرسمية. وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية اتهم في بيان سابق فصيلا عراقيا مسلحا بوقوفه خلف اختفاء تسوركوف قبل 4 أشهر في العراق. بعد إعلان الحكومة العراقية إجراءها تحقيقا في اختفاء الإسرائيلية إليزابيث، أخذت قضية اختفائها منحا رسميا بانتظار الكشف عن النتائج. المزيد نتابعه في هذا التقرير. المشهد في بغداد يبدو ضبابيا من اختطاف الإسرائيلية الروسية، والتي أثير حول وجودها واختفائها أو اختطافها كثير من الشبهات والأسئلة. اختفاء أظهره نتنياهو للعلن قبل أيام بإعلانه اختطاف إليزابيث تسوركوف في العراق منذ آذار الماضي، مؤكدا أنها قيد الحياة، ومتهما في الوقت نفسه فصيلا مسلحا بعينه باختطافها. الفصيل ألمح لاحقا بأنه غير مسؤول عن احتجازها، وأن قضية وجود عنصر أمني إسرائيلي أمر يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم. الحكومة العراقية عبر المتحدث باسمها باسم العوادي قالت إن التحقيقات حول اختطاف تسوركوف جارية، مؤكدة أن القضية متداخلة ولا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى حين اكتمال التحقيقات. وبحسب ما نقلته فرانس بريس، فإن تسوركوف وصلت إلى العراق مطلع العام الماضي وتجري بحثا حول الجماعات المسلحة، وأنها زارت مدنه أكثر من 10 مرات، كما زارت سوريا والأردن وغيرها من دول الشرق الأوسط. مصدر في الاستخبارات العراقية كشف لوكالة الصحافة الفرنسية أن تسوركوف خطفت بينما كانت تغادر مقهى في حي الكرادة في العاصمة بغداد. المصدر نفسه زود الوكالة بمقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة، حيث تظهر فيه الشابة تغادر برفقة رجل. وبحسب المصدر فإن المرأة التي ظهرت في الفيديو هي تسوركوف، والرجل الذي رافقها هو الخاطف. تسوركوف تعرف نفسها بأنها زميلة في معهد أبحاث السياسة الخارجية، وزميلة باحثة في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مركز بحثي مقره في القدس، وطالبة دكتوراه في قسم السياسة بجامعة برينستون الأمريكية، وتتحدث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية كذلك. وعن قضية الإسرائيلية إليزابيث ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو الرغيف. أهلا ومرحبا بك.
ما تداعيات إعلان الحكومة العراقية إجراء تحقيق في قضية إليزابيث تسوركوف؟ نعم سفيان، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناتكم الكريم. يعني أولا القضية ضبابية لازم ومعتمة ومبهمة بالوقت عينه، يعني جملة متناقضات موجودة في المختفية أو المختطفة أو المفقودة. يعني أكيد التحقيقات ستكشف النقاب عن ماذا يصطلح أن نسميها. يعني هي تحمل جوازا روسيا، و يعني نتنياهو أعلن تبني أنها قد خطفت، وروسيا تقول أنها مواطنة روسية، وهي دخلت يعني مطلع في كانون المنقضي، وحتى والدتها لا تعلم أنها كانت في بغداد. يعني هي مهتمة بشؤون نوعا ما شؤون خطرة، وهي شؤون الجماعات الراديكالية المتطرفة. وأعتقد أن الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية العراقية تطلع بدور التقصي والبحث والتحقيق. يعني ولذلك هناك تعتيم ريثما ينتهون من التحقيق قطعا سيتم كشف النقاب عن تفاصيل اختفائها. لذلك أعتقد يعني أن عملية أكثر من 5 أشهر خلت إلى الآن، موضوع يعني اختفاء طويل، يعني مدة طويلة، يعني لم يكن هناك مدعون بالحق الشخصي مبكرا قاموا بتقديم شكوى. كما تعلم القانون العراقي القانون العراقي النافذ هو يحدد من 24 إلى 72 ساعة الإبلاغ عن أي شخص يفقد سواء كان عراقي أو أجنبي، لكن لا أحدا ما لم يبلغ لا السفارة التي تنتسب لها ولا الدولة التي تخرج منها. والشائكية أكثر أنها إسرائيلية، لكون إسرائيل يعني هناك لا توجد علاقات ولا توجد أي تواصل ولا توجد أي سفارة. لذلك من باب أولى روسيا أو الولايات المتحدة كان المفروض أن تتابع أمرها مثل ما تابعت الولايات المتحدة موضوع القس الذي قتل وتم الاهتداء إلى قاتليه والوجنات. طيب هي متداخلة كما وصفتها الحكومة أستاذ فاضل، لكن أسأل، الجهات الاستخبارية في العراق ستقوم بتفكيك هذه الخيوط إن صح التعبير؟ شوف سفيان، تذكر قبل نحو أقل من 3 سنين خلت، حينما خطفت الصحفية الألمانية أعتقد اسمها هيلا، من يعني خطفت من شارع أبي نؤاس أيضا بالكرادة. طبعا أغلب عمليات الخطف تكون في مناطق مكتظة لغرض التغطية يعني والتمويه. خطفت وبعد مرور أقل من 6 ساعات تم الاهتداء لها. لماذا؟ لأنه تم تبليغ الجهات المعنية بأنها قد خطفت وليست اختفت، وبالفعل تم التوصل إلى الجنات بصورة عاجلة وسريعة وتم تسليمها إلى يعني إلى البلد الذي قام بتقديم شكوى. هذه بالفعل يعني قضية يعني إليزابيث قضية جدا متداخلة معقدة مبهمة إلى الآن، يعني لم يعني تفكيك هذه الأحجية تحتاج إلى أيام وليالي من التحقيق والمواصلة ومراجعة شريط الكاميرات ومراجعة ضابط القاطع. لكن هنا مشكلة تبرز سفيان، يعني طيب. مشكلة جدا كبيرة ينبغي التحقيق فيها. إذا كانت هي إسرائيلية وكما تبناها رئيس الكيان الغاصب نتنياهو، نعم، كيف دخلت إلى العراق؟ من الذي منحها فيزا؟ من الذي منحها إذن بالدخول؟ هل إنها كانت متوارية خلف الجواز الروسي؟ وإذا كانت متوارية هل إن هذا التواري يكفي لأن تتمظهر وتتحصن خلف الجنسية الروسية؟ طيب جاءت إلى العراق بزيارات مكوكية متكررة، هي تعنى وتهتم بشأن الشرق الأوسط، الأردن وسوريا ولبنان والعراق، هذا يعني أنها تملك باعا طويلا وتكنيشن عالية وتملك داتابيس وانفورميشن، وهي تقدم بحوث فيما يتعلق برسالتها للدكتوراه حسب ما تم التوصيف بذلك. لكن يعني الموضوع يحتاج إلى صبر أكثر وإلى تحقيق أكثر. وطبعا يعني كثيرة هي التكهنات، من بينها نتنياهو اتهم حزب الله في بيانه يوم أمس،
وضح بما لا يقبل الشك. طبعا الفصائل المسلحة هي دائما يعني إذا كانت هناك عملية تنفذها هي تتباهى بها لا تتنصل عنها. لذلك هذا النوب زاد الموضوع ضبابية وزاد أكثر شائكية. هذا الذي يحتاج إلى تأني وإلى صبر وإلى عدم ضغط على الجهات المختصة ليتسنى كشف النقاب بطريقة مفصلة ودقيقة. طيب يعني علامات استفهام كثيرة فعلا حول هذه القضية، يمكن من بينها أنه هذه القضية أثيرت في هذا التوقيت، هل هناك يعني مؤشرات تقف خلف هذا التوقيت الذي يعني ظهرت وطالب بها من هو مسؤول عنها؟ يعني أنا أستغرب لماذا كل هذه المدة الذي طالب عنها، لماذا سكت كل هذه المدة وأطال الصمت؟ نعم. هل إنه كان يتقصى بنفسه لكنه لم يصل إلى نتائج أدت إلى أن يكشف النقاب؟ هل إن هناك مفاوضات تقودها دولة أخرى بوسطاء غير معلنين وأيضا وصلوا إلى طريق مسدود؟ يعني كثير من التساؤلات لا يعلمها إلا أن يتم التحقيق بطريقة معمقة، لأن هذه قضية أخذت حيزا وأخذت رأيا عام واهتمام يعني شأن دولي، أصبحت شأن إقليمي، شأن يعني بالمحيط الإقليمي والمحيط الدولي أخذت حيزا. وطبعا أكيد هي تأخذ حيز، لأن هي أولا وافدة أجنبية، هي حتى ليست عربية، وهي يعني سجلت حضورا جماهيريا مع التقت مع الكثير من اجل جمع معلومات عن بحثها، ويعني هي باحثة، وهي يعني تريد ان تجمع اكثر معلومات عن بحثها كي تصل الى مرحلة او مناقشة الدكتوراه بذلك. واعتقد ان هذا الامر لحد الان مشروع، لكن ان خلفيتها فيما يتعلق ب يعني مداعات رئيس الكيان الاسرائيلي يداعي بكشف النقاب ويوجه التهم، هذا الذي يجعل الحكومة امام مفترق طرق. سؤالي الأخير من باب المعرفة والعلم من جهة أمنية أتحدث، هو اختفاء أم اختطاف؟ لأنه التصريح العراقي لم يشر إلى عملية اختطاف، بينما التصريحات الإسرائيلية تعزز فكرة أنها مختطفة، أي المصطلحين أصح؟ يعني شوف، القائد العام للقوات المسلحة أمر الجهات الاستخبارية والمخابراتية بتعميق التحقيق، وأنا في تقديراتي أن الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية لن تألو جهدا وتعمق التحقيق منذ يعني انتشار واهتمام المحيط الدولي بهذا الشأن. لذلك أنا أعتقد أن وكما قلت في صدر اللقاء أن التحقيقات هي من ستكشف هل هو اختفاء أو اختطاف أو فقدان أو حالة أخرى. لذلك نحن دائما ننتظر نتائج التحقيقات، ونتائج التحقيقات هي من ستسفر عن نتيجة واقعية نهتدي بها ونتكلم فيها ونستطيع أن نطلق التوصيف المناسب لهذه الحالة. أنا أعتبرها حالة إجرامية، نعم خلفيتها قد تكون فيها مؤاخذات، قد تكون هناك تحقيق على من منحها وعلى خلفية فيزة الدخول، لكن هذا لا يعني أن يتم عملية خطف بهكذا الطريقة، لأنها تؤدي إلى تشويه سمعة الأجهزة الأمنية. وأعتقد أن القائد العام للقوات المسلحة يتابع دقائق الأمور بنفسه كي يصل إلى نتيجة تم كشف النقاب عنها. ورغم ذلك اليوم الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة رأيت سفيان كيف أنه وصفها بالمبهمة والمتداخلة، وأنا أزيدها في ذلك، أزيد التوصيفات أنها متناقضة ومتلابسة. نعم، الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو الغريف كنت معي من بغداد، أنا أشكرك جزيل الشكر. الوقود الثقيل يسد فراغ الغاز الإيراني، وحلم الطفل حر بالعلاج، وبقية الأخبار مع الزميلة فاطمة الملائكة. إليك فاطمة. شكرا سفيان، أهلا بكم.
أكدت وزارة الخارجية أن سياسة العراق تقوم على مبدأ الانفتاح على دول الجوار، وأن الأمن مفهوم لا يمكن تجزئته، ويستدعي العمل على خلق مبادرات جماعية على مستوى المنطقة لتكريس الاستقرار. المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، وفي تصريح أوردته الوكالة الرسمية، قال إن العراق يعمل على بناء شراكات استراتيجية اقتصادية متنوعة، وأنه يدعم الحوارات الجماعية على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تنسجم مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. كما لفت الصحاف إلى أن بغداد كان لها دور رائد في استضافة 5 جولات حوارية بين طهران والرياض، وأن العراق يمتلك تنسيقا على مستويات متعددة مع دول الجوار. نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال جوي في كركوك وقتل 5 إرهابيين خلالها. الجهاز ذكر في بيان أن العملية نفذت ليلا في ناحية ألتون كوبري بعد نصب كمين أعقبه اشتباكات عنيفة، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ عمليات خاصة وبمهنية في عموم مناطق البلاد. وأشار البيان إلى أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي أشرف على العملية. أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات القبض على عدد من المتاجرين بالمخدرات بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة بمختلف الأنواع. المديرية وفي بيان ذكرت أنها ألقت القبض على المتاجرين بالجرم المشهود في بغداد، الكرخ، وديالة والديوانية وبابل، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لقرارات قضائية لينالوا جزاءهم العادل، ولردع كل من يحاول العبث بأمن المجتمع. قال وزير النفط حيان عبد الغني إن جولة التراخيص السادسة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 سنوات. وفي حديثه للوكالة الرسمية أكد عبد الغني أن جولة التراخيص توفر أكثر من 800 مليون قدم مكعب من الغاز الذي يحتاج إليه العراق لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط من الحقول النفطية، لافتا إلى أن جولة التراخيص السادسة التي تم إطلاقها تتضمن رقعا استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق، إذ يقدر حجم الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في 13 رقعة استكشافية للغاز، تمكن العراق من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعب من الغاز بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات 5 المقبلة. حل بديل لجأت إليه وزارة الكهرباء لتشغيل محطات الجنوب في ظل شح الغاز الإيراني، لكن هذا الحل يبقى مؤقتا إلى حين إزالة عقبات استيراد غاز إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية تعرقل دفع المستحقات المالية لها. وزارة الكهرباء تستعين بزيت الوقود الثقيل كبديل مؤقت عن الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة في جنوب البلاد بعد توقفها بسبب انحسار إمدادات الغاز المستورد من طهران. هذه المحاولة أعادت إلى الخدمة عدة محطات في محافظات البصرة والمثنى وذيقار، لكنها تبقى حلا وقتيا بحسب مسؤولين نتيجة استمرار الحاجة إلى الغاز الإيراني. تم الاستعانة بالبدائل، بدائل الغاز، تم تشغيل عدة محطات على الوقود البديل مثل محطة النجيبية الغازية، محطة السماوة المركبة وذيقار المركبة بعض الوحدات، إضافة إلى بعض المحطات التوليدية في الفرات الأوسط والوسطى تم تشغيلها على الوقود البديل، لكن يبقى الحاجة إلى الغاز الإيراني ماسة وضرورية. العراق يستورد من إيران كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية في الوسط والجنوب، لكنه يسعى خلال السنوات 5 المقبلة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن غاز طهران عبر جولة التراخيص 5 لاستثمار الغاز في 10 حقول قسم منها غازية. ومن المتوقع أن توفر هذه الجولة ما لا يقل عن 800 مليون قدم مكعب من الغاز، وهي الكمية التي يحتاج إليها العراق لتوليد الطاقة.
العراق يستورد الآن كميات كبيرة من الغاز من الجارة إيران، وخاصة في فصل الصيف لوجود الحاجة الكبيرة، باعتبار أنه الغاز الذي يستورد يوجه جميعه إلى الاستخدام في محطات توليد الطاقة الكهربائية. الآن نستورد من الجارة إيران أكثر من 1000 مليون قدم مكعب من الغاز. في المقابل يسجل خبراء الطاقة تحفظاتهم حيال رهن مصير العراق سواء بالكهرباء أو الغاز بيد دول الجوار لهذه الأسباب. ارتباطات السياسية دائما تأثر بالعلاقات الاقتصادية، دائما تأثر، لأنه اليوم أي موقف من حكومة العراق أو حكومة إيران أو ضغوط سياسية فممكن أنه إيران توقف الغاز، وهذا صار بعدة يعني عدة فترات وخاصة في فترة الصيف. وفي ظل انحسار الغاز المستورد وعدم كفاية الغاز الوطني، تحاول وزارة الكهرباء أن توازن في ساعات التجهيز في المحافظات الجنوبية تلافيا لغضب الشارع فيها مع دخول موجة حر شديد. فصل الصيف يعد الفترة الحرجة لوزارة الكهرباء، لهذا ضاعفت من جهود كوادرها الفنية والهندسية لاجتياز هذه المرحلة من دون مشاكل تؤثر على ساعات التجهيز رغم عدم استقرار الغاز المورد. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة. مواد البطاقة التموينية تذهب إلى عشرات الآلاف من المواطنين غير الموجودين في النجف، منهم متوفون ومنهم مسافرون، ولم يكن ذلك معلوما حتى أطلقت الوزارة مشروع الأتمتة الخاص بها. من 45,000 متجاوز على البطاقة التموينية في النجف الأشرف، عدد هائل كشفت عنه وزارة التجارة بعد إطلاق مشروعها الإلكتروني الخاص بأتمتة البطاقة التموينية، وذلك لضمان وصول السلة الغذائية إلى مستحقيها. مشروع حوكمة البطاقة التموينية بدأ تطبيقه في النجف قبل أكثر من 8 أشهر وامتد إلى المحافظات العراقية الأخرى. من خلال هذا التطبيق قدرنا نوصل إلى هذا العدد الكبير من الحجب اللي هم المتوفين والمسافرين وفي حال وجود وهميين في العائلة. حجبنا هذا العدد في ما يقارب 45,000 فرد في النجف الأشرف عن طريق تطبيق نظام التموين الحديث الإلكتروني. وزارة التجارة تقول إن مشروع أتمتة البطاقة التموينية هي الخطوة الأولى للقضاء على الفساد واختزال الوقت والجهد والتقليل من المراجعات ومنع التلاعب، فضلا عن كونها خطوة للحفاظ على المال العام ودقة البيانات التي يوفرها النظام. احنا بدأنا اولا في محافظة النجف الاشرف، انطلاق المشروع كان في محافظة النجف الاشرف، ومن بعدها في محافظة دهوك وكركوك ومحافظة المثنى وفرع تموين بلد ضمن محافظة صلاح الدين، كذلك باشرنا في فروع تموين بغداد، في 3 فروع تموين من محافظة بغداد، من جانب الكرخ فرعين ومن جانب الرصافة فرع، والعملية تأتي تباعا في جميع محافظات العراق، راح يبتدي نفس المشروع وتحديد البيانات وحجب المخالفين للضوابط. رقمنة البطاقة التموينية ستمنح أيضا معرفة ما تم تجهيزه للمواطنين من الوكيل من خلال آلية تصل إلى إدارة التخطيط والمتابعة والمراكز التموينية في شبكة إلكترونية ترتبط بمركز الوزارة. أتمتة البطاقة التموينية الإلكترونية تبنته وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة التخطيط، يهدف المشروع إلى تنظيم عملية توزيع السلة الغذائية على الفقراء والمستحقين ويكشف المتحايلين على التعليمات والقوانين. من النجف حسام الكعبي، يو تي في. تنتشر في بابل حدائق خاصة لتربية وعرض الحيوانات المفترسة والأليفة، غير أن بعض هذه الحدائق غير مجاز ولا تتوافر فيه شروط الأمان والسلامة. أحد بالحكومة المحلية على التوجه نحو تشكيل لجنة لمتابعتها. أسود ونمور ودببة وذئاب وقطط وقردة وأصناف أخرى مفترسة وأليفة يجمعها أنها كلها تقبع في أقفاص حديدية هنا في حدائق الحيوانات الخاصة
بمدينة الحلة. العام الماضي شهدت بابل حادثة هروب لأحد الحيوانات المفترسة من محبسه إلى الشارع من دون تسجيل إصابات بشرية، وأخرى لطفل صغير تعرض لهجوم حيوان مفترس، فضلا عن تعرض مصور يو تي في عند تصوير هذا التقرير إلى سرقة هاتفه النقال من قبل قرد مشاكس. أسود ونمور وضباع ودببة وكلاب بوليسية أغلبها مستورد من دول أفريقية، يقول أصحابها إن هذه الحيوانات تروض بالكامل قبل عرضها أمام الناس في حدائق بعضها مجاز رسميا وأخرى مخالفة للقانون. مثل ما تعرف أنت ولاحظت الحديقة، هي الحديقة يعني مصغرة والحديقة يعني داخل منطقة سكنية، مثل هيك حيوانات مفترسة أروضها قبل يعني أقتنيها داخل الحديقة. نفس الوقت هو المواطن ما يعرف بيهن أليفات، من حقه يعني يتخوف من هذا الشيء. الموافقة من الصحة من البيطرة، وبنفس الوقت أنا عندي عيادة بيطرية يعني داخل الحديقة بها أطباء بيطريين، فيعني الله حصلت بصعوبة الله حصلت عليها الموافقة. إضافة إلى ذلك، تشهد بابل انتشار محل صغيرة لبيع الحيوانات المفترسة كالكلاب والذئاب مثلا، وهنا سجل أطباء بيطريون عديدا من المخالفات، منها الحبس في أقفاص غير ملائمة لنوع الحيوان، فضلا عن وجود حدائق حيوان لم تحقق مبدأ الأمان في الأقفاص. الأقفاص اللي هي حاطيهن بيها ما متناسبة لحجمها، يعني كلب ولا قطة يحطوها بأقفاص هي مال طيور. والله احنا دنشوف هسه حدائق حيوانات لا بأس بيها زينة، ودنشوف لا والله على النقيض من هذا الشيء اكو حدائق حيوانات في محافظتنا لا والله ما موفرة، يعني تشوف القفص يفتقر الأبسط الوسائل الأمان، مثلا الباب تكون مخلوعة، او مثلا الفتحات مال القفص مال القفص تكون متباعدة. الحكومة المحلية في بابل تؤكد انتشار محل البيع بشكل عشوائي مخالف للقانون في عموم المحافظة، مؤكدة تشكيل لجنة لإعادة تأهيل حدائق الحيوان المجازة وغلق ما يكون مخالفا للقانون. أكو توجه جديد إن شاء الله تعالى بأن تشكل لجنة مختصة تعمل على إدامة هذه أو تأهيل هذه الحدائق وإعادة منحها إجازة وغلق بعضها اللي هو مخالف للقانون. بزنس الحيوانات المفترسة كالإسود والنمور والدببة تجارة مربحة، لذلك لجأ بعضهم إلى تربيتها وإكثارها في المنازل وبيعها لمقتنيها داخل أو خارج المحافظة بأسعار مرتفعة قد تتجاوز في بعض الأحيان 40,000 دولار لشبل أسد على سبيل المثال. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، يو تي في. التهم حريق منزل طفل مصاب بالشلل في واسط وأتلف 119 مليون دينار جمعها من خلال حملة تبرعات لإجراء عملية عاجلة له، لكن حلم حر احترق لتطلق عائلته نداء جديدا لجمع تبرعات علاجه. حلم حر يحترق، أكثر من 4 أشهر وهذا الطفل ينتظر إكمال جمع التبرعات لإجراء عملية جراحية تساعده على المشي واللعب مع الأطفال. 100,000 دولار أو 150 مليون دينار هو المبلغ الذي يحتاج إليه حر، جمع منه 119 مليون دينار، وكان قريبا من تحقيق حلمه بالمشي، لكن حريقا اندلع في البيت وأحرق معه مبلغ العملية. هيدا نمشي مثل الجهل ومثل صحباني، أنا كيف كانت تصير العملية؟ بس أبويا قال لي احترقن الفلوس. إيه بعد أنا كيفت بس احترقن الفلوس بعد. إيه مشيت؟ إيه. والد الطفل الذي كانت حسرته ودموعه تنوبان عنه في الحديث ناشد الجهات المختصة والخيرين بإعادة جمع المبلغ، فلا أمل لابنه الوحيد سوى التبرعات التي باتت صعبة. وسلوين تبدل العمر تتبدل العافية، والله انطيها أنا ما أفكر ثانية واحدة، لأن سويت المستحيل على مودة. هو بس هذا يعني من ولادته لحد الآن هذا الطفل ما شاف راحة. بعد رحلة طويلة من المعاناة والمناشدات وجمع الأموال التي احترقت، الأمل باق في محاولة جديدة قبل موعد العملية الذي سيأتي بعد 2 شهر من الآن، وهي مهمة لإنقاذ حر. من واسط، حمزة الأسدي،
UTV. حقيقة حادث مؤسف سفيان يعني، لكن أكيد بأقرب وقت وقبل ما تنتهي المدة اللي هي شهرين إن شاء الله يرجع يتم جمع المبلغ. نعم فاطمة، أضم صوتي لصوتك وإن شاء الله نشوف الطفل حر يمشي ويضحك وترجع الابتسامة على وجهه ووجه أهله إن شاء الله. باقي الملفات عندك. شكرا فاطمة. أهلا بكم مجددا. كارثة نفوق جديدة شهدها العراق خلال أسبوع واحد، وبعد ميسان ونهر العز ورتشبايش في ذي قار يشهد نفوقا آخر، ما ينذر باتساع رقعة الأزمة نتيجة انخفاض مناسيب نهر الفرات في منطقة تغذية الأهوار الوسطى. الكارثة الجديدة تنذر بكوارث مقبلة، إذ يحذر الخبراء من ارتفاع معدلات الأملاح وقلة المياه بسبب تداعيات الجفاف والتغيير المناخي. مشهد أطنان الأسماك الميتة قد يتكرر في مدن أخرى، والخسائر في الثروة السمكية قد تكون كبيرة أيضا. في ظل أزمة الجفاف التي تضرب مدن العراق، يفقد نهر الفرات من منسوبه سنتيمترا واحدا كل يوم في منطقة تغذية الأهوار الوسطى، إذ تسبب شح المياه في هجرة جماعية لمربي جواميس ونفوق أطنان من الأسماك، فيما تؤكد توقعات الخبراء تصاعد محنة الجفاف خلال الفترة المقبلة. نتابع. هذا هو نهر الفرات في مدينة تشبايش. أقف الآن بالقرب من أحد المنافذ الرئيسة الداخلة للأهوار الوسطى. وضعت هنا دعامة لقياس منسوب النهر، حيث يساوي منسوب النهر الداخل إلى الأهوار الوسطى، إذ سجلت في هذه اللحظة 56 سنتيمترا، وهي أقل بسبع سنتيمترات مما سجله النهر قبل أسبوع، أي أن النهر يفقد كل يوم سنتيمترا واحدا من منسوبه. إيقاع الحياة بطيء، وتتعثر هنا رحلات السكان في أهوار الناضبة ولا يعرفون لمن يرفعون العتب. هنا في علوة الكسر، وقبل عام من الآن كان المكان يعج بصيادي الأسماك وتجارها، حيث كانت تصدر العلوة أكثر من 100 طن يوميا. أما اليوم فلا صيادين ولا تجار ولا أسماك تباع هنا. كان يطلع 150,000 باليوم، هسه ما يجي له 10,000، ماكو 10,000 يريد به المسواق لهلا، ماكو غموس. هي أبسط شيء غموس، يريد مثل احنا بعاميتنا نحكي نقول غموس، غدا يريد يجيب لها لبنية يروح للهور، هم ما يحصل لها غدا. كل مظاهر الحياة هنا تذوي، الأسماك تموت ملتصقة بطين الأهوار بعد أن شح الماء في هذه البركة وبرك الأهوار الأخرى. الجواميس ومربوها يرحلون بحثا عن الماء عبر محطات مضنية، ربما تضطرهم أخيرا إلى بيعها والتخلي عن مهنة خاسرة. كان فوق في الأسماك بكميات كبيرة كما حدثت في ميسان وبعض المناطق في الأهوار الوسطى، يرجع إلى شحة المياه الكبيرة وارتفاع درجة الحرارة والتبخر العالي، ما ترك نسبة الأملاح عالية في المياه، بالتالي أصبح تنفس الأسماك قليلة جدا ما أدى إلى نفوقها بكميات كبيرة. ولهذا التراجع، يعني هذا التراجع للكميات الكبيرة، يعني في السنوات السابقة كانت الأهوار العراقية أو بالذات في التشبايش يعني تصدر حوالي أكثر من 100 طن باليوم، أما الآن لا تتجاوز 2 طن. ومع اشتداد حرارة صيف العراق، تؤكد التوقعات أن محنة الجفاف في الأهوار في تصاعد خلال الأيام المقبلة، فمؤشرات التصحر تجتاح مساحات واسعة منها، إذ أحرق الشح ونضوب الماء حشائشها وتلاشت كثير من أحيائها المائية. من أهوار تشبايش بمحافظة ذي قار، أحمد السعيدي، UTV. تفاصيل وأسباب كارثة نفوق أطنان الأسماك في ذي قار، فضلا عن أعداد الكوارث المشابهة لها، نستعرضها عبر استوديو UTV. نتابع. مرة أخرى كارثة نفوق جديدة خلال أسبوع، فبعد ميسان ونهر العز هور تشبايش يشهد نفوقا ينذر باتساع رقعة الكارثة نتيجة أكبر انخفاض في مناسيب المياه تمر بها أنهار العراق منذ عقود.
مشهد مأساوي لآلاف الأسماك الميتة تطفو على ضفاف هورد شبايش المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. السهول الفيضية لنهر دجلة تعاني من آثار الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وتصنف الأمم المتحدة العراق على إنه أحد أكثر دول العالم تأثراً به. موسم النفوق هذه المرة بدأ من محافظة ميسان وتحديداً في نهر العز بناحية المجر، حيث أدى انخفاض مناسيب المياه إلى ارتفاع معدلات الملوحة ونقص الأكسجين في الماء، بالتالي نفوق كميات هائلة من الأسماك، ما استدعى مطالبات من قبل وزارة الزراعة لوزارة الموارد المائية لزيادة الإطلاقات المائية تجنباً لاتساع الكارثة. قليلاً إلى الوراء تحديداً عام 2018 عندما تحولت مياه الفرات إلى اللون الأبيض بعد أن طفت ملايين الأسماك النافقة على سطح المياه، وتفشت الكارثة حينها شمال بابل إلى وسطها وجنوبها، ثم انتقلت إلى المحافظات القريبة وتسببت في خسائر كبيرة في الثروة السمكية وخسائر مادية قدرت بملايين الدولارات. لم تنحصر الكارثة في بابل، ففي عام 2020 استنفرت وزارتا الزراعة والصحة والبيئة وشكلتا لجانا توجهت إلى هورد دلمج الواقع بين محافظتي الديوانية وواسط وسط البلاد بعد نفوق كميات هائلة من الأسماك فيه. الجفاف بالدرجة الأولى ومرض تعفن الغلاصم والاستهداف المباشر بالسم بالدرجة الثانية هي أسباب خسائر العراق المتواصلة لثروته السمكية التي كلما اقترب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها وقعت كارثة جديدة. وعن ملف المياه ونفوق الأسماك ينضم إلينا من بغداد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الدكتور خالد شمال. أهلا ومرحبا بك دكتور. شاهدنا وإياك نفوق أطنان من الأسماك، وهذه الظاهرة شهدت قبل سنوات أيضا دكتور، وهنا أسأل هل هناك أسباب بيئية حقيقية تؤدي لنفوق الأسماك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحياتي لحضرتك وقناتكم الكريمه ومشاهدينا الكرام، واحييكم على هذا التقرير الواقعي والعلمي والمنطقي. حقيقه يعني موضوع نفوق الاسماك يعني لها انعكاسات اقتصاديه وبيئيه واجتماعيه وحتى يعني سياسيه. هذا الموضوع مرتبط ب يعني محاور كثيره، لعل المحور الاقتصادي والمحور المائي واهم هذه المحاور. يعني جنابكم بالتقرير هذا شخصتم الأسباب الثلاثة اللي هي انخفاض مناسيب المياه ومرض تعفن الغلاصم وموضوع الاستخدام السموم وطرق الري الجائر، وبالتالي اتفق تماما مع هذه الأسباب. لكن أتكلم عن الموضوع انخفاض يعني مناسيب المياه بفعل قلة التصاريف. المنطقة اللي ذكرت تتغذى من نهر الفرات تحديدا، وبالتالي بإمكان أي متابع للشأن المائي أن يعلم أن انخفاض تصاريف نهر الفرات أساسا هي من دول المنبع. العراق الآن يدخل إلى نهر الفرات إلى سد حديثة من نهر الفرات 137 متر مكعب بالثانية، ونطلق من السد 200 متر مكعب بالثانية، وبالتالي نحن نأخذ من مياه السد لغدة الفرات. أيضا الوزارة كإجراءات فاعلة وسريعة بدأنا بضخ المياه من بحيرة الثرثار باتجاه نهر الفرات لتعزيز نهر الفرات، بدأنا ب 70 متر مكعب بالثانية ونأمل أنه نصل بهذه التصاريف إلى 100 متر وما يزيد بالثانية 100 متر مكعب. لكن مثل ما تعرف الأصل هي تصاريف نهر الفرات. الآن الفرات لا يرده إلا أقل من 30% من استحقاق الفرات الطبيعي يعني. طيب خليني أسألك دكتور، هناك حديث عن زيادة باستخدام المواد الكيميائية الضارة في الزراعة أو الصناعة تؤدي إلى نفوق الأسماك، تتفق مع هذا الكلام؟ هو يعني جنابكم بالتقرير ذكرته لم يكن بالتحديد انما بالاشاره هنالك اكثر من سيناريو يعني لاسباب نفوق الاسماك. نعم. يعني احد هذه السيناريوهات هو ان يعني طريقه الاستخدام طرق الري الجاره باستخدام البويدات او الصعقات الكهربائيه. ايضا فيما يخص احواض تربيه الاسماك او بحيرات تربيه الاسماك عادة لا تراعي المعايير البيئية والمعايير الصحية
هذه الأسماك. أيضا أعتقد هنالك لا توجد رقابة واضحة فيما يخص مفهوم الأعلاف. أيضا هل الإصبعيات المستخدمة بتربية الأسماك هي مستوفية للشروط الصحية، أخذت اللقاحات اللازمة؟ هل الإصبعيات المستخدمة هي من صنف الأسماك التي بإمكانها النمو والمعيشة بالمياه ذات التراكز المحية المرتفعة؟ مثل ما تعرف جنابك والمشاهدين الكرام، عندما تقل التصاريف وتقل المناسيب تركيز الأملاح يرتفع، وتركيز بعض المواد والعناصر قد تكون الثقيلة والسمية أيضا يزداد. سابقا كوزارة موارد المياه، يمكنني أحد البرامج خلال قناتكم هذه الكريمة، طيب، ذكرت أن الوزارة سابقا عندما تلاحظ هكذا أمور تدفع بإطلاقات إضافية من الخزين لتحسين بيئة النار. طيب دكتور، الآن لا يمكن التضحية بكميات. نعم، خليني أسأل عن حجم التلوث بمياه العراق، أريد أرقام مؤكدة يعني تزودنا بها حضرتك الآن. يعني هو المفروض يعني وزارة البيئة زودك الأرقام، راح أعطيك مؤشرات. نعم، وتغني عن الأرقام. تمام، متفق. بكل العالم الجهات اللي تلوث النهر أو المجاري المائية بشكل عام هي المنشآت القطاع الخاص والنشاط الصناعي الخاص باعتبارنا مؤسسات ربحية، ولا تعير اهتمام كبير لموضوع معالجة المياه، وبالتالي لا تريد أن تزيد النفقات وتقل الأرباح. بالعراق الوضع مختلف تماما، الجهات المسؤولة عن تلويث النهر والمجاري المائية والروافد والقنوات هي المؤسسات الحكومية. خلينا نكون صادقين مع أنفسنا ومع المشاهدين الكرام، دوائر البلدية، دوائر الأمانة، دوائر الصحة، دوائر البتروكيماويات، دوائر الكهرباء، مختلف هذه الدوائر هي من تقوم بتلويث النهر وتلقي بمخلفاتها، مخلفات الصرف الصحي، مخلفات صناعية، المخلفات الصحية والبيئية إلى 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 الأنهر، إلى دجلة بشكل مباشر، وإلى الفرات بشكل مباشر، وإلى القنوات والروافد المرتبطة بهم. شوف أستاذ العزيز، من يعني من المفارقات الغريبة والعجيبة بدولة معينة أنه دائرة البيئة هي أحد الوكالات المرتبطة بوزارة الصحة والبيئة. هنالك كانت بالحكومات السابقة كانت وزارة الصحة والبيئة، وكالة البيئة هي مرتبطة بوزارة الصحة، ووزارة الصحة ثاني أكبر ملوث للنهر بعد الدوائر المجاري العامة. طيب، فعندما أريد من البيئة تمارس رقابة واضحة على النهر، يفترض أن تكون البيئة مستقلة. الآن البيئة مستقلة وتمارس دورها الرقابي الواضح، لكن الإشكالية بإدارة المؤسسات المعنية بإلقاء هذه الفضل. طيب يعني دكتور، الحكومة الآن جادة أحد نعم، أعتذر للمقاطعة بس حتى أستغل يعني وجودك أكثر ويانا وأسألك عن المياه. نعم، وتحدثت قليلا في بداية الحديث عن نهر الفرات وعن ما، خليني أتحدث هذه المرة عن مدينة تشبايش تفقد كل يوم سنتيمترا واحدا من منسوب المياه. أسأل ماذا يمثل لكم هذا الفقد من المياه؟ يعني الأهوار بشكل عام ومدينة تشبايش بشكل خاص يعني مناطق ذات طبيعة مميزة، وهي إرث حضاري بيئي أيكولوجي اجتماعي، وهي جزء من هوية العراق، أحد أوجه هوية العراق، وبالتالي الحفاظ عليها مسؤولية تاريخية ومسؤولية أخلاقية قبل تكون مسؤولية مهنية. لكن مثل ما تعرف جناب الكريم والمشاهدين وحتى المختصين بالمياه أنه هنالك أولويات لاستخدامات المياه الخام. الأولوية الأولى تكون لمياه الشرب، الأولوية الثانية لاستخدامات المنزلية والصناعية والبيئية، الأولوية الثالثة للزراعة، الأولوية الرابعة للأهوار، ثم تحسين بيئة الشط العرب. الأهوار كمنظومة هيدروليكية ومنظومة بيئية تحتاج إلى تصاريف معينة. الآن كوزارة موارد مائية لا نستطيع أن نؤمن التصاريف اللي فعلا تحتاج الأهوار، نؤمن ما يمكن تأمينه، نسعى جاهدين لدفع بإطلاقات إضافية للأهوار. أيضا الوزارة يعني ضخت قسم من المياه من المصب العام لتخفيف المياه، لكن الآن بدينا يعني إطلاقات إضافية من بحيرة الثرثار، نأمل أنه خلال اليومين القادمة تصل هذه الإطلاقات إلى محافظة الناصرية وإلى تعزيز بيئة الأهوار، ونحافظ على المساحة المغمورة بالأهوار. نعم. بما أنه الجفاف دكتور جزء من أزمة نفوق الأسماك، يعني هي أسأل عن حتى الجواميس ومربوها معرضون للهجرة بسبب الجفاف، هل من هناك من سينقذهم؟
يعني مثل ما قلت لجنابك، الأهوار هي أحد هويات العراق التاريخية والاجتماعية وحتى الأخلاقية. نعم دكتور. احنا كوزارة موارد مائية واجبنا المهني والرسمي وحتى الأخلاقي انه الحفاظ على المنظومة المائية. الأهوار هي أحد أجزاء هذه المنظومة. في الوزارة عندنا مركز معني بإدارة الأهوار يسمى مركز انعاش الأهوار الأرض الرطبة العراقية. هذا المركز أخذ على عاتقه كل هذه الموردين. لكن الأهوار عبارة عن يعني العمود الفقري لإعادة انعاش الأهوار هو التصاريف المياه المطلقة. التصاريف المياه المطلقة، العراق دولة متلقة للمياه من تركيا ومن سوريا ومن إيران، وبالتالي العراق دولة مصب. كل ايرادات مياه تعتمد 70% منها على ما يردنا من دول الجوار المائي، ودول الجوار المائي ايضا لديها مشاريع كثيره تعمل على تشغيلها، وبالتالي نسبه الماء اللي يرد العراق الان سواء كان دجله او الفرات لا تقل عن 35% من استحقاق الطبيعي. هذا النقص انعكس على الزراعه، على الاهوار، على بيئه سطح الارض، انعكس على الغطاء النباتي. ولا ننسى ان ظاهره الجفاف اللي تضرب بالعالم كله، العراق من اكثر الدول تضررا بالمناطق المحيطه به، حتى العراق وصل تسلسله 5 من ضمن قائمه الدول الاكثر تضررا. وبالتالي حتى مقياس الجفاف العالمي يكون 5 نقاط، العراق الان يعبر 3.7 على هذا المقياس. نعم. المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه الدكتور خالد شمال، انا اشكرك جزيل الشكر. تتباين الآراء في المجتمع العراقي إزاء تعلم النساء رياضة الدفاع عن النفس، فمنهم من يرى أنها تتعارض مع أنوثة المرأة، الآخر يعدها ضرورة لحمايتهن. نتابع قصة شابة عراقية حققت حلمها بتدريب الفتيات على الفنون القتالية. أمضت نور داود أكثر من عامين لتقنع عائلتها بالسماح لها بتعلم رياضة الكاراتيه، وعلى الرغم من معارضة أهلها وكل من تعرفهم تمسكت الشابة برأيها وحاولت إقناعهم بشتى السبل إلى أن تحقق لها ما أرادت. اضطريت اني اتدرب كاراتيه بالرغم من انه المجتمع كان ضد هالموضوع، اهلي كانوا ضد هالموضوع، وكل اللي اعرفهم كانوا ضد هالموضوع، لانه الكاراتيه رياضه او فن قتالي عنيف نوعا ما. شريحة من المجتمع ترى أن الفنون القتالية تتعارض مع أنوثة المرأة والقيم المجتمعية، إلا أن مجموعة من النساء يجدن في تعلم فنون القتال ضرورة لحمايتهن. أنا شفت هواية بنات، السبب الأساسي لهم أنا أريد أدافع عن نفسي، أنا دا يتحرشون بي بالشارع، شنو أسوي، شلون أتصرف، شلون أدافع عن نفسي. فالحال أنه واحد يتعلم شلون يدافع عن نفسه بوسط هيك مكان وهيك وضع، لازم يتعلم يدافع عن نفسه خصوصا البنات. وتعتقد نور أن تعلم فنون القتال ليس فقط للدفاع عن النفس في المواقف الصعبة، وإنما لزيادة ثقة الفتيات في أنفسهن كذلك. نحن اليوم بالأكاديمية مو بس نعلم البنات والأطفال والشباب على الدفاع أو الفنون القتالية، وإنما على انضباط النفس، على التعلم شلون نتصرف بالمواقف الصعبة، شلون يكون عندنا الشجاعة الكافية حتى نتفاعل أو نتأقلم لأي موقف ممكن يمر بينا. تحقق حلم نور المؤجل منذ سنوات لتصبح اليوم مدربة كاراتيه في إحدى الأكاديميات ببغداد، متمنية من قريناتها ممن يجدن القدرة على تعلم رياضة فنون الدفاع عن النفس أن يحذين حذوها. في الختام لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية. في أمان الله.